سلام حب ركض. يعني ما كان في يكون احلى من هيك عناوين لماراثون السنه. بقى نحن بالقطعه اللي اشتغلناها جربنا انه ننسج كل هالمواضيع ببعضها البعض، نسجناها وجربنا قد ما بنقدر انه نستعمل اللون الاخضر، بس كمان نسجنا متناقضات عشان حسينا انه الاول وهلية اللي بتشوفه متناقض بعدين بيطلع متناغم، خلي الواحد ما يفكر الا انه يقبل الاخر بالسلام بالحقول الخضراء، وعشان هيك كان اللون الاخضر. الماراثون هو من الايامات القليله بلبنان اللي اجمعوا عليه كل اللبنانيين كلياتهم نهار الماراثون، بينزلوا تحت الشتاء تحت الشمس، الكل بده يركض، الكل بيروح بينزل على الماراثون باحلى حالته باجمل استعداد، وفي هذا النهار اللي بتحس حالك بدك تغمر لبنان كلياته وتقول بيس لاف ران.